الدين الإسلامي يحث على الطهارة على النظافة. سسنا إسلام كيجمرون أمينك أنا ماي ننكاس أسعام ننكيبس أسعام. لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركة للنظافة ما لا يوجد. نسمي النبي صلى الله عليه وسلم أمين كرمهن أنا ماي نتي. والإسلام حث على النظافة حث على الطهارة. إسلام بانجمرون أمينك أنا ماي ننكاس أسعام. أرى بعض الناس هدانا الله إياهم يعني يأكل أو يشرب ثم يرمي المهملات. يوم بانكين نبني ربك يوم أي صمتي الله سبحانه وتعالى هداية كي هاي نبني يوم خو دعي كي نبني هو ركب حق هاي كراوي مو كي كفوات جاون نو هاي دعي كي هو كي جسم راي أو يأخذ المهملات من بيتي ثم يرميها في الشارع. رجع جوزم رام جن بيته جو تجاؤل من نوتان تي سان كيرنا. يشرب أو يأكل ثم يرمي. هاد رجع هو كرام ما تقول كبار جاؤل. لا. هذا لا يليق بأهل الإسلام. نيك كي من سان سام كي من إسلام تي. خاصة في المساجد. كي بيسه كي نحن مسجد. خاصة في أحياء أهل الإسلام. كي بيسه كي سكتنا نحن قوم ربع إسلام. لأنه قد يدخل إلى هذه الأماكن أماكن المسلمين كفار. جون كان أكن من إسلام كي جون نحن قوم إسلام لي. يريد ينظر ما أنتم عليه الآن. كي جم مر ربع جم خير كيجون كمبون تستنا لسكتنا في بلد مدي. في المساجد في البيوت في الشوارع هل يوجد نظافة أو لا؟ الدين الإسلامي أمر المسلم إذا انتهى من البول أو الغائط لابد بتطهير المكان خلاف للكافر الآن أكرمكم الله يبول ثم يرفع السروال حتى لا يتطهر. الإسلام تمرن أو منك أنا ماي تمرن أو منك سمع نو بيل كراوي دال يو بطو بان روي دوي توب أم بين من مين إسلام جون كا كي دي كو بطو بان روي كي كو لك هاو رو كو كم لك هاو ربا كي هاي كو جاك نو ترم تاي بنا.